معانا دلوقتي كمان المخرج شادي ابو شادي. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيكم واهلا بكل الاعزاء المشاهدين ان شاء الله. مبروك الاول على العمل الجميل والمهم ده، وانا الشخصيه متشوقه اتفرج عليه يعني. الله يبارك في حضرتك، وانا اتمنى ينول اعجاب الجمهور. احنا بذلنا مجهود كبير جدا في العمل دوت، وبشكر كل القائمين على العمل من اول اصغر حد لاكبر حد. طب مش هتغششنا حاجه كده في اول حلقه؟ هو الموضوع اكيد الدراما اللي كاتبها استاذ محمد الغيطي دراما شيقه جدا وفيها سسبنس، فما بتتحكيش اصلا يعني. هي دراما مشاعر، دراما احاسيس، دراما فيها سسبنس طبعا. واللون ده جديد بتهيالي، احنا مش بنشوفه في الدراما المصريه كتير. هو احنا اختراق فكره الطب الشرعي وبالذات امراه، يعني عادي ان احنا ممكن نتفرج على مسلسل او فيلم بطوله دكتور طبيب شرعي، لكن لا، الجديد ان احنا دي طبيبه شرعيه وبتخش في لا، احنا عارفين المراه مرهفه المشاعر وما ينفعش تمسك مشرط تشرح. لا، المراه بتعمل اي حاجه. لا يعني بنتكلم على الجزء الاكبر من المراه، يعني مش بنتكلم على حضرتك اكيد. انتوا خلصتوا كل الحلقات صحيح؟ لا احنا لسه شغالين بنصور، احنا بكره بنصور وعندنا 10 ايام تصوير. بس احنا شغالين عادي جدا في منتهى الاحترافيه، عادي بنقفل وبنمنتج وبنسلم. مقفلين كذا حلقه طبعا، اللي هي اللي هتتعرض الاسبوع الجاي واللي بعده ان شاء الله. بس شغالين بقى في الحلقات الاخيره وكده، وان شاء الله الناس كلها تعجبها المسلسل. نورتنا وبشكرك. اتمنى. لا لا اتمنى، ماشي جدا. المخرج شادي ابو شادي نورتنا في الخلاصه. بدعو الناس كلها طبعا تتابع المسلسل بعد انتهاء البرنامج. مسلسل بيحكي قصه جديده وكواليس جديده ما نعرفهاش يمكن في الدراما المصريه بشكل كبير، وده حصري طبعا يذاع بشكل حصري على شاشه قناه المحور.